مساء الخير مشاهدينا، وحياكم الله بالنشرة الجوية وحالة الطقس خلال 24 ساعة القادمة. اليوم الأجواء حارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أما حاليا في مدينة الكويت فالسماء صافية وأجواء حارة، رياح خفيفة شمالية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 40 درجة مئوية، والرطوبة النسبية 17%، والرؤية الأفقية جيدة لأكثر من 10 كيلومتر. بالنسبة لحالة الطقس، أول نهار يوم السبت إن شاء الله سماء صافية أجواء حارة والرياح تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الصغرى في مدينة الكويت 29 درجة مئوية، العبدلي 29 درجة مئوية، الشقاية والسالمي 25 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الوفرة 26 درجة مئوية، جزرنا الشمالية 29 درجة مئوية، والجزر الجنوبية 30 درجة مئوية. يستمر الطقس حار لبعد منتصف نهار يوم السبت إن شاء الله، والرياح تستمر جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى في مدينة الكويت 42 درجة مئوية، العبدلي 46 درجة مئوية، الشقاية والسالمي 46 درجة مئوية، الوفرة 44 درجة مئوية، في جزرنا الشمالية 40 درجة مئوية، والجزر الجنوبية 38 درجة مئوية. البحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد الأول الساعة 2:10 الفير، المد الثاني الساعة 12:05 الظهر. الجزر الأول الساعة 6:50 الصبح، والجزر الثاني الساعة 7:55 بالليل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:19، شروق الشمس الساعة 4:51، غروب الشمس الساعة 6:39. حالة الطقس خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله، يوم السبت جنوبية شرقية الرياح تنشط على فترات من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 29 درجة مئوية. يوم الأحد والأثنين أجواء صافية وحارة فترة النهار، تتحول الرياح إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وممكن نلاحظ رطوبة خاصة على المناطق الساحلية. درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى تتراوح من 29 إلى 30 درجة مئوية. يوم الثلاثاء والأربعاء تزيد نشاط في الرياح، ممكن تثير الغبار خاصة على المناطق المكشوفة تصل سرعتها ل 50 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية. كانت هذه نشرتنا الجوية، شكرا للمتابعة.